جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانسي وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي إني جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانسي وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي الله راحتي يا إخوتي في خلوتي الله وحبيبي دائما في حضرتي الله بسرك بروجكت قائم على ان احنا بنحاول نعمل حاجة بنروح الحضرة المصرية عشان في ناس كتير قوي ما تعرفش الفرق بين الحضرة والزهر. الحضرة بتبقى في المسجد بتبقى فيها ذكر الله بأسماء الحسنى وابتهالات ومدح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال البيت تمام. فده الفرق الكبير. واحنا عاملين حاجة بنحيي فيها التراث ونقول كذا أنشودة من البطانات القديمة بتاعت المشايخ القدام وبنقول حاجات بشكل جديد وبنقول حاجات من اللي بتتقال في الحضارات لكبار السادة السفهاء الكبار تمام ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتهالات. المشروع فيه متصوفين من كذا طريقة صوفية المنشدين يعني والباقة من الناس من محبين يعني تمام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته كده يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نوصل الناس حاجة مهمة في موجودة عندنا عادات الذكر وكده. ده سورس الموضوع ده يعني قلب الموضوع ايه هو الفرقة تحت الانشاء واحنا لسه بنبتدي اهو بنحفظ مع بعض ان شاء الله هتبقى اول اعمالنا في رمضان. والله اسم البروجكت لغاية دلوقتي لسه ما اخترناهوش يعني. انا بقول لك النهارده يعني اول يعتبر اول بروفة فيها الجامع ده حتى كان فيها لسه ما جوش كمان حيث